كيف بتلاقي نوعية الخدمة اللي عم بيقدموها الشركات الخليوي والأسعار؟ كتير غالية. يعني مثلا إذا بتطلع على الجبال وهول الأشياء كتير بتكون السيرفيس ضعيفة يعني أيام. والله من ناحية الأسعار ما حدا بيختلف عليها إنه كتير غالية. بالنسبة للأسعار كتير غالية. كلها سرقة ونهب. بالمرة ما منيحة. في كتير عم نعاني معاناة إن كان بالجنوب ولا بالشمال. هلا الأسعار بعدها غالية، منشان هيك عاملين نهار الأحد حنوقف التلفونات كلنا. الهاتف الخلوي رفيق اللبناني الدائم على الرغم من رداءة الخدمة والأسعار الباهظة، وعليه أطلق عدد من المواطنين حملة لمقاطعة شركتي الخلوي نهار الأحد رفضا لما سموه السرقة الموصوفة التي يخضع لها مستخدمو الخطوط كافة. أنت بتروح تشتري خط التشريش تدفع حقه $50، هذا الخط لازم يصير باسمك. هن شو عم يعملوا؟ عم بيدفعوك حقه كل آخر شهر عبر تشريج أيام. تاني شيء إذا أنت عندك 200 وحدة بهالخط وآخر الشهر مثلاً ما قدرت تشرج أيام، عم يحرقوا لك الخط ويحرقوا لك الوحدات يلي هي من حقك. أما بالنسبة للخطوط الثابتة بتروح تشتري الخط تدفع حقه وبيدفعوك ديبوزيت لضمان أنه أنت عم تدفع الفواتير بشكل مستمر على أساس أنه بيرجعوا لك إياهم. وطبعاً لما بنشتري خط عم يدفعك اشتراك شهري $15. طيب $15 هي اشتراك شهري، ليه بدك تدفعني $4 كليب وكل ويتنج $1.5 و$3 ما بعرف شو؟ كمواطن لبناني عم تحكي على التليفون، حكيت دقيقة أو ثانيتين، الثانيتين هني بيدفعوك حقهم دقيقة. عدا أنه أسوأ وأبطأ انترنت عنا بلبنان، كلفة الباكج كتير باهظة. الحملة التي روجت نفسها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاغ رح سكر خطي نشرت تسجيلات صوتية لاتصالات مواطنين بشركات الخلوي. الجمعة الجاي مسافر. نعم. وما بدي أحرق خطي. نعم. شو في طريقة؟ شو الطريقة الوحيدة إذا ما يحترق هو إنك تشرج؟ بعرف بس كيف؟ بطاقة تشريج مستر. بجيب 12 بطاقة على سنة. إذا بدك تعبي على سنة نعم مستر. فيك تراجع مع بعض محلات التليفونات. إيه. في عندهم ديلز يشرجوا لك على سنة بدون ما تخلي معك الدولارات. خطوة بحجم كبسة زر قد تكلف المنتفعين في القطاع ملايين الدولارات. شركات الاتصالات بلبنان تربح يومية ما بين 110 ل 120 مليون دولار، ونحن إذا قدرنا من بين 6,700,000 خط المنتشرين بلبنان قدرنا نسكر 1,000,000 و200,000 خط، يعني بنكون عم نأذيهم بين 15-20 مليون دولار. مئات الملايين هي ما تحصده الدولة اللبنانية من عائدات الخلوي، فهل يؤسس تحرك رح سكر خطي لفتح باب التنافس بين الشركات ورفع مستوى الخدمات وخفض الأسعار؟ حسان الرفاعي، قناة الجديد.